مكان المصريين فيه هتلاقيني فيه، في القهوه وفي المترو. انا اخترت هذا المكان لوجود المصريين فيه. الشعب هنا لازم بقى تقول لهم ايه بقى النهارده؟ عايز اقول لهم بس ان انا معاكم بسمعكم وبيسمعوني، نحس ببعض. انا مش نازل ادي خطبه ولا اشرح برنامجي، انا نازل اسلم على الناس، احس بيهم ويحسوا بيا. وهم هيقروا برنامجي ويعرفوا تاريخي، ويا ريت كل المرشحين اشوفهم هنا وفي كل مكان الشعب المصري موجود فيه. اصنع الرئيس، هما اللي بيركبوا المترو واللي هما اللي قاعدين في البيوت البسيطة وفي الأحياء الشعبية. أنا جاي النهاردة من القلق في الخانكة، امبارح كنت في بيت عقبة، عاوز أبقى وسط ناسي وقال ما مش عاوز أشرح ولا أتكلم، أنا عاوز أسمع وأرد على الاستفسارات، والأهم من كده إني أشوف الناس ويشوفون والحس ببعض، لأن الرئيس ده المفروض يكون في قلب الناس. وإن شاء الله إذا ربنا شاء والشعب أراد وبقيت رئيس، برضو هتلاقيني من حين واخر جاي اركب المترو واقعد في العربيه اسمع الناس اللي فيها ويسمعوني. حضرتك اخذت تذكره وتنزل ايوه، يبقى معاك ابو نيه.